التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة ليك حق يا عبد السلام بيه، ريحه اللحمه هايله. انت هتقولي لي على عبد السلام ده احسن واحد يشوي في مصر، انا اعتقد ان سامي مصاحبه عشان يجي يشوي لنا في العزومات اللي هنعملها. ما تبالغوش قوي كده يا جماعه، الراجل ما اخترعش الذره يعني. طب ما تيجي مكاني وتدوقني، انا شايل الازازه دي بقالي مده لمناسبه مهمه زي دي. توفيق بيه. ميرسي يا سامي. انتوا لازم تردها لنا اول ما نرجع من السفر، انا عازماكم ان شاء الله. بس برضو عبد السلام بيه، بعد إذن حضرتك أنت برضو اللي هتشوي لنا. والله حسب توفيق هيدفع كام. لا بجد، أنتوا لازم تشرفونا حضرتك والمدام طبعاً. أنا؟ لا أنا مش المدام. عبد السلام صديق الطفولة، متربي معايا أنا وإقبال. أنا جوزي متوفي. أنا أذنك. اللي خلاك تسيب القعدة اللذيذة اللي هناك دي وتيجي تقعد معايا؟ لو انت مش طايقهم ولا طايقنا، ايه اللي جابلك انك تيجي؟ كنت هربت زي فيفي وانجل. نفسي اقسم بالله، بس اعمل ايه؟ مجبر لظروف شخصيه. اقولهم ان داخل حوار مهم قوي مع خالي ولازم اهدي الدنيا الفتره الجايه. حوار ايه ده؟ بقول لك عليه لما يجي وقته. ثانيا بقى، البت اللي قبل هناك دي لازم اخليها تغض النظر عني تماما. هوبا، ده جابلك معاك قرابين الحق. تسمع ايه؟ نايس. نايس تو ميت يو. توفي حبيبتي، انا قايل من هناك مخصوص عشان ابعد عن الرز اللبن، تيجي بقولي وجاي لغايه هنا. على فكره لو ما جربتهاش هيفوتك نص عمرك. مش هينفع، بكره عندي ميزان. طب خد النهارده اوف. لا ما هو طول عمره اوف. تجرب ام علي؟ لا ما عندي بكره ميزان. لوم بس شكرا. تصدق انت؟ لا ما انا لسه شارب، لو اكلت حلوه هطرش في وشك. تكليفك الشيخ. الله يرضيك انت. طه انا بقى ما عرفتش استمتع بالمناظر دي من كتر ما تجري كل شويه، كل ما تمشي خطوه تقول لي خد صورني، اكنها جايه مصوراتي مش عريس. رحتي بالي قبل كده يا ايه؟ لا نيفر. يعني لما تتجوزي تحبي تقضي الهانيمون بتاعك في مكان زي بالي فيه مناظر طبيعيه وطبيعه
الطبيعه وكده ولا طب انا عايز ايه نادر الكريمه لوحدهم انت يا جيلي وجوزها مش بنتي كانت اولى خلاص بقى يا بلا هنفضل نعيد ونزيد على الاقل انا بنتي متربيه اوعي إيه تفتحي موضوع هشام شرف ده قدام توفيق ومراته وانت شايفني هبله بنتي توفي هي اللي هبله انت بتطاردني بقى ولا ايه لا بطارد توليت انت توليت هو انت ليه على طول بتقفلني كده فاكر ان دي لزازه مثلا ولا ايه لا لزازه عكس كده خالص وبعدين بعد اذنك عايز استخدم الحمام اطلع حمام اوضتي انا حاجزه قبلك ايه اللي هتفضل مصلحه انت انا سبت البوليت جوه البتاع بتاعت ادم اهلا كبرتي يا آية خالك لسه قافل معايا وقال لي إن نادر طلب إيدك آية بقى مرتي يعني يعرفها منين هو أصلا هو ما شافنيش غير المرتين دول وكده هو بيقولي إنه شافني في كذا حفلة في الأوبرا ما أنا خدت أمك حفلة في الأوبرا لأم خيرت نروح نخطبها له؟ بجد اتكلم جد شوية بقى يا جماعة بتكلم جد عايز أخطبها ليه ده؟ هو إيه اللي ليه؟ عشان دغري ومحترم مش كل الشباب لعب زيك يا ادم وبعدين خالك بيقول ان هو ماسك شغل ابوه كله وده شغل كبير جدا ايه بقى الشغل الكبير جدا الواد الملزق ده ملزق صح لازم ايه الكلام ده ايه شغل العيال ده لازق راجل يعتمد عليه ويشيل المسؤوليه ده وحيد ابوه ومتعلم في الجامعه الامريكيه وماديا بقى بسم الله ما شاء الله عليهم ايوه ده كلام اتحط في السي في بص مش عشان خالي قال ان هو صح عشان في مصلحه بينه وبين ابوي يبقى احنا نوافق دي مستقبل البنت وهي الوحيده اللي من حقها تقرر ده اساس ان قراراتها واختياراتها صح مش كده؟ انا كنت متاكد انكم عملتوا كل الحوار ده عشان الموضوع ده ادم عشان نحتويها ونفهمها عملنا كأن الموضوع بسيط لكن بالعقل الموضوع مش بسيط. عقلية أختك وتفكيرها خليها ترتبط بواحد قد أبوها متجوز ومخلف، يبقى أكيد قراراتها مش صح. ماشي عشان قراراتها مش صح، وقع في مصيبة أكبر من دي. مصيبة ليه بس يا ابني؟ ألو؟ أه يا رشا. مش سامع حاجة، مش سامع حاجة، مزيكا. وأنت كمان وحشتيني. أنا فين؟ أنا في البيت. أه ده اللي خلو كان عاملها ما كانتش عزومة بقى. دي كانت معاينة وطي صوتك لحسن آية تسمع أنا عايزاكوا كده من غير ما تاخد بالها قربوا منها ادوها الأمان خليها تحكي لكم ساعدوها إنها ترتب أفكارها نفذي كلام أمك لا هي هتفكر تحكي لي ولا أنا عندي اللي يفيدها وأنت بقى إيه رأيك؟ أنا رأيي إن لما واحدة تبقى عاملة الكارثة اللي هي عاملاها وكمان يجي لها عريس لقطة يبقى تحمد ربنا وتوافق فورا مادام الفرة مشيت في البيت يبقى الكل هيتلط هي ايه الفرة دي؟ فرة العرسان وانت جالك الاولاني وآية جالها التاني يبقى اكيد التالتة تبت ما تبصليش كده وحياة امي طب ده انت اول واحدة جت عليها العين يا فندم الجدع ده اللي اسمه سعد ولا سعيد الدكتور كل مرة بندم فيها لما بسمح لكم بمساحة من وقتي استني يا فيفي كملي معانا الموضوع التاني مبسوطة؟ أمال لو عرفت إن الفرة طايلاك أنت كمان. ألو؟ إيه ده؟ هو أنا طلبت مين؟ سوري يا دكتور سعد، أصلي كنت بكلم واحدة صاحبتي اسمها سعاد فطلبتك بالغلط. أنا آسفة قوي مع السلامة حكيت لي ليه؟ حكيت لك عشان مش عاوز أعمل كده تاني
وانا ما كانش المفروض اعمل كده من الاول، بس انا غلطت وضعفت وكنت سكران، ودي مش حجه بس بس انا كان ممكن ما اقولكيش، بس انا مش عايز اخبي عليك حاجه يا حبيبي. هو انت بقى يا تقرطصني يا تعورني؟ وانا اللي مقرطص عدوي يا اخويا عشان اجي اشوفك عشان وحشني تعمل فيها كده؟ انا فعلا مش عاوز حد غيرك. كان حد ضربك على ايدك؟ لا انا اسف، بس في حاجات يا حبيبي انت مش هتفهميها، مش انت مش زيهم. وعشان انا بقى مش زيهم يبقى استاهل ضرب الجزم مش كده؟ لا طبعا يا بنت بقى افهمي. مش عايز افهم حاجه يا ادب. معلش هتفهمي مع الوقت. انا اللي فاهمه ان انت لو مش قادر تمسك نفسك وعاوزني بجد بس الظروف هي اللي حيشاك هتظبط ظروفك وهتتصرف وهتطول، مش تروح تنجز بره وبعدين تقول لي انا اسف كانت مره. عندك حق. وانا حقي ده اصرفه منين يا رشا؟ انا حقي اني اعرف ان اللي انا اخترته وامنت له يطلع راجل مش عيل. صح عندك حق. انتي عارفه انا علشان ادخل ادم بيتنا من غير ما يكون متكلم عليا كبير قوي عندنا ازاي؟ ولولا ان انا ليا قيمتي قدام ناسي ما كنتش حطيت صوابع فين التخين وقلت عليه راجل. فهميكي. لكن لو هو مش قادر يمسك نفسه يبقى ما يستاهلش كل اللي انا بعمله عشانه. عشان انا ما استاهلش الوجع ده كله يا رشا. ممكن ما تعيطيش. حبيبة أنا مش عاوزاكي تعتبري غلطته واعترافه ليكي دي محيلة. آه هو حيوان ومش عارف يمسك نفسه، بس ده مش معناه إنه ما بيحبكيش. أنا عارفة يا رشا أنا بس قلب بقلب. دكتور سعد. دكتورة أفنان. قالوا لي إنك خلصت محاضراتك. آه ده أنا كنت لسه نازل أدور عليكي في السكاشن، أشوفك جيتي ولا لأ. السكشن اللي جاي بعد ساعة ونص، فهروح آكل حاجة جنب الكلية عشان جعانة. لو عندك وقت وحابب نتناقش في أبحاث الطلبة، ممكن تيجي معايا. بجد؟ لو مش هينفع خلاص ممكن مرة تانية. شكلك مش عايز. انا رايحه. مين ده اللي مش عايز يجي؟ ثواني استني استني. لسه برضو مضايقني؟ انت هتضايقني بالعافيه؟ كل الحكايه اني مش فاهمه منين بتلح عليا ان نتقابل عشان نتناقش في الابحاث، ومنين لما اقول لك ان الوقت يسمح تتلكع ويبان عليك انك مش عايز. مش عايز ازاي بس؟ أنا كل ما هنالك إني أنا اشتريت جزمة جديدة، فالنهاردة أول لابسة ومش مطبعها على رجلي، فعملت لي قلب. وساعة لما أنت دخلتي كنت سوري يعني قلع الجزمة والشراب كنت بهويها، ف يعني اتكسفت أقول لك. لولا كده والله كان كنت جيت هنا طيران قبل. هو اللي يشتري جزمة جديدة ده مش لازم يتأكد إنها مريحة؟ هو أنت ليه ما بتلتمسيش أعذار للناس؟ حتى لو كنت متأكدة إن هم نيتهم خير. خلاص حصل خير كل. طب ما تهدي نظر كده يا نبك في الأفلام. عيد نظر فيها يا دكتور سعد؟ في الأبحاث. Thank you.
الكابوري يا عريس. مبروك يا آية. اتفضل. ده خبر تبارك لي عليه يا شيخ. لازم ابارك لك. انا مبسوطه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ده منظر واحده مبسوطه، عينيا اللي مورمه من كتر العياط دي، عينين واحده مبسوطه. ده منظر واحدة مبسوطة. يمكن مش دلوقتي. لكن لو الولد كويس ممكن. أنا مش عايزة ولد. أنا عندي راجل. أكيد هو أنسب لك. وأنت؟ أنا مبسوط طول ما أنت مبسوطة يا آية. هي سهلة كده؟ أنا شايف إنك ممكن تنسي. تبدأي معاه من جديد وأكيد هتلاقي نفسك معاه. أنا نفسي مش ضايعة مني عشان ألاقيها. أنا مش مناسب ليك يا آية. أنا مش مناسب، أنا ما أقدرش أديك اللي أنت بتديهولي في المقابل. وأنا عمري ما طلبت أكتر من كده. أنا راضية باللي إحنا فيه. ما بقتش بس احنا يا آية. وانت ما ينفعش تبقي بس راضية. انت تستاهلي اكتر من اللي انت فينا بكتير قوي. يعني وافق على العريس؟ اه. وتدي نفسك فرصة تبدأي معاه من جديد. اكيد هتنسي. انت هتنسى؟ هنسى هنسى يا آية. والله يا رشا انا ندمان فعلا زي ما قلت لها، بس مش هقدر اقعد اقضيها في الجنين لحد ما نتجوز. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك طبعا. خلاص يبقى تسيبها وترجع لها تاني لما تقدر تتجوزها. لا طبعا مش هقدر. يبقى تحترم نفسك وتحترم حبك ليها. بنت ما تفهمش غير كده. بعدين هي بجد صعبت عليا لما جات لي. وانا كمان برضه الصراحه صعبت عليا قوي لما قلت لها، بس انا والله العظيم مش وسخ، وانت عارف كويس اني مش وسخ. واكبر دليل ان انا اصلا رحت قلت لها. ما انا مش قادر احدد اللي انت عملته ده معيله ولا مرجله. يعني انت كده كده ندمان ومش هتعمل كده تاني. ايه بقى لزوم ان انت تروح تقول لها وتفشخها في دماغها؟ ايه القرف ده؟ هو قرف الصراحه، كنت حركه انانيه شويه مني، يعني مش شويه كمان كتير، بس انا كنت محتاج اقول لها اني غلطت. كنت محتاج اقول لها برضو اني اسف. الصراحه كنت محتاج احس بالذنب ده. بص انا رايي انها هتسامحك، لان دي اول مره تغلط وانت ندمان وهي بتحبك. بس بقى لو انت عملت كده تاني انا اللي هقفلك، فاهم؟ وهخليها تسيبك وعمرها ما تكلمك تاني، اوكي؟ ثانية واحدة. ادخل. ماما. نعم. عندك وقت تتكلم معاكي دقيقة؟ طبعا فاضية اهو، ورايا ايه يعني؟ تعالي. كلمي يا حبيبتي. النهارده الصبح وانا في الكليه انا فكرت وموافقه على نادر. يا حبيبتي تعالي هاتي بوسه. تعالي. Darling
اهلا اهلا. مبروك. الله يبارك فيك يا عقبالك. انا عقبال كنتوا الاثنين يعني ازيك؟ انا مبسوطه كده. عقبالها هي. عقبالك انت. اتفضل. ماما شهيره صار. اهلا يا حبايبي. مبروك يا طنط. لا مش طنط ايه؟ انت كمان ما تقولش ماما. وانت بقى عايزنا نعرف مين فيهم اكتر؟ طبعا حضرتك بسيمه. الله ده احمد بقى قايل لك على كل حاجه. خلاص عرفت. اهلا اهلا. اتفضل. اتفضل. كده فرحه فرحتين. والله انا لما تقع وحبيبه زنوا ان هم يجوا لما جه. انت عارف ما سيبش الورشه يوم الجمعه. لا ازاي مش تيجي تشوف الناس اللي هتناسبها؟ مش يمكن ما نعجبكش. ازاي يا ادم؟ انت تعجب الباشا. حبيبي. شايفه؟ ايه المناظر دي؟ دي بقول البت البلد اللي مسحبها اليومين دول. انت متخيله انه يجيب المناظر دي هنا؟ يعني انت سايبه كل الامارات والبرنسات اللي حواليكي وبتبصي على ابن عمتك العره ده؟ عجبني. وقال لكل الناس ان احنا مع بعض. تخيلي بقى هو مع الزفته دي الناس هتقول عليا ايه؟ انت بتقارني نفسك بيها؟ انا مش بقارن نفسي بحد. مامي انا مش هتجوز غير ادم، ماشي؟ اتفضل. والدتي لوست عدم. اهم ميكانيكي فيكي يا عبدين. اهلا بحضرتك. فرصه سعيده يا ست الكل. ادم توفى عزاك روح شوفها. تمام. اعرفك يا خالي لص عدوي ومراته مدام تقى واخته الانسه حبيبه دي في المهمين. خالي كبير العيله وابن الاصول. اهلا وسهلا. فرصه سعيده يا باشا. اتفضل. عن اذنكم. اصحاب ادم دول متطرفين قوي. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ عايز اوريك حاجه. عقبالنا. افرض فيفي سمعتك دلوقتي. انا مش هعمل خطوبه زيهم. اللي جاي مش قد اللي فات. ربنا يديك طول عمرك. والله لو يوم واحد العمر كله. ولا ايه؟ هي دي اخته؟ لا. امال مين؟ عشيقته؟ لا. هو وائل اخوكي ما جاش معاكي ليه؟
الظاهر هو ورشا ما بقوش ذات كلوز. سابوا بعض؟ ممكن مسكوا في بعض من القصر. بيني ولا ايه؟ خد بس ما تقولش لحد. رشوة؟ لا مش رشوة، انا عارفة انك جدع، بس يعني سمعت من مليون حد انك ليك فيه، فما تعملش عليا نظيف. وانا فعلا مش بقبل رشاوي، بس ممكن اعمل مقايضة. يعني ايه مقايضة؟ يعني مش اقول لحد اني شفت ده دلوقتي وخبرني شيليني من دماغي، عشان انا مش عامل فيها نظيف. أنا نضيف، بحب صاحبتي، مش شوف أي حد تاني غيرها. دي البنت الجربوعة اللي سبتني وجريت عليها، ها؟ دي لو أي حد غلط فيها هزعله. اتفضلي. على إذنك عشان عايز أعمل زي الناس. انا مش بكذب عليكي ولا عايز اكذب عليكي طول حياتي، ده اصلا حاجه كنت احكي لك. امال كنت بتعمل ايه معاها في الحمام؟ بتشطفها؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يا دي الحب ونكد الحب وقرف الحب. ابتسموا، انتوا في فرح. رشوة بذمتك انا وتوفي بنت خالي ينفع يحصل بيننا حاجه؟ يا روحي انت ينفع يحصل بينك وبين اي واحده حاجه، بس ده قبل ما يقع في غرامك. وبعدين بصراحه هو ما بيتقش بنت خالي دي خالص. اهو إذا كنت ده بقى ماسكاه وماما طالعين من الحمام مع بعض. حمام؟ أنت مش قايل لي إن معكش حاجة؟ يا رشا مش وقت، وبعدين ده مش أنا، ده توفي. توفي؟ البورصة دي عارفة الطريق الحمامات إمتى إن شاء الله. لو عاوز يعمل معاه حاجة مش هيزنقها في الحمام يا هبلة. فريدي بوزك، هو بيحبك ومخلص لك بجد. توفي! توفي! القضية دي قضية مخدرات مش تعارف. بالنسبة لرشا، مش شايف انك زودتها شوية؟ أنا آسف، مش هعمل كده تاني. انت لسه بتزك؟ اما هو اصل انا كنت ناوي ابدلها النهارده واجيب نمره اوسع، بس يعني قلت ان انا لو عملت كده ممكن اتاخر عليكي وكده، فقلت استحمل النهارده وابدلها بكره. طب تعالى. خالي، دكتور سعد زميلي. اهلا وسهلا. يلا يا فيفي بقى، غيري من البنات وفرحينا بيكي. خالي، كان دكتور سعد عايز ياخد من حضرتك ميعاد عشان موضوع شخصي. قوي قوي، كلميني بكره ونحدد ميعاد. عن اذن حضرتك. خلاص، عن اذن حضرتك. ميعاد ايه؟ الموضوع ايه اللي عايزاني فيه؟ انت هتستعبط؟ مش قلت عاوز تخطب؟ اخطب؟ يعني انت موافقه؟ حيث المبدا. تعالى. Thank you.
الإحساس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حلو ومر وطريق ماشيينه اسمه حياة وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة جابلك